بدأ الرئيس الصيني شي جين بين زيارته إلى مدينة سياتل، حيث أعلن عن أكبر صفقة صينية لشراء طائرات بوينغ في التاريخ، عددها 300 طائرة وتبلغ قيمتها الإجمالية 38 مليار دولار أمريكي. أصبحت الصين على نحو سريع أكبر سوق للطيران في العالم، وإن شراكتنا هي خلق فرص العمل في كل من الصين والولايات المتحدة. إن السوق الصينية ستكون فرصة هائلة للموردين والمصنعين الدوليين، وستخلق فرصا تجارية هائلة للشركات الأمريكية بما فيها شركة بوي. كما التقى الرئيس شي مع الرؤساء التنفيذيين من الشركات الصينية والأمريكية بما فيها علي بابا وأمازون وجنرال موتورز ومايكروسوفت وبايدو، وأنهى زيارته في سياتل بجولة على مدرسة ثانوية في مدينة تاكوما بولاية واشنطن التي دفع الرئيس شي إلى إنشاء علاقة التآخي بينها وبين مدينة فوجو الصينية منذ أكثر من 20 عاما. وعند وصوله إلى واشنطن اجتمع الرئيس شي مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما على الفور، وفي اليوم التالي أصدر الرئيسان قائمة اتفاقيات جديدة تهدف للحد من التلوث ودفع السياحة وتجنب السرقة الإلكترونية التي ترعاها الدولة. تعارض الصين وتكافح سرقة العثرات التجارية والأموال الأخرى من هجمات القرصنة بشدة. لدينا مصالح مشتركة واسعة في مجال الأمن السيبراني، فنحن بحاجة إلى تعزيز التعاون وتفادي ما يؤدي إلى المواجهة، ويجب علينا ألا نسيس هذه القضية. ما قلته لرئيس شي وما أقوله للشعب الأمريكي هو السؤال التالي، هو الكلمات التي تسحبها أفعال، وسنراقب عن كثب إجراء تقييم ما إذا كان قد تم إحراز تقدم في هذا المجال أم لا. على منبر الأمم المتحدة أعلن الرئيس شي عن التزامات جديدة لجهود الأمم المتحدة لحفظ السلام بما فيها تقديم مليار دولار على مدى 10 سنوات لتعزيز صندوق السلام والتنمية وإنشاء قوة احتياطية لحفظ السلام مؤلفة من 8,000 جندي، فضلا عن تقديم 100 مليون دولار أمريكي أخرى للاتحاد الإفريقي لدعم إقامة القوة الاحتياطية الإفريقية والقدرة الإفريقية من أجل الاستجابة الفورية للأزمات. ستواصل الصين المشاركة في بناء السلام العالمي. نحن ملتزمون بتحقيق التنمية السلمية مهما تغيرت الساحة الدولية ومهما أصبحت الصين قوية. لن تسعى الصين إلى الهيمنة والتوسع ونطاق النفوذ أبدا. جدير بالذكر أن الصين قد نشرت عددا أكبر من القوات في عمليات حفظ السلام مقارنة بجميع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن.